بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. النهارده هنتكلم في على الماتشين اللي اتلعبوا النهارده، ماتش بيراميدز والانتاج الحربي وماتش الاهلي والمقاولين. بس اهم حاجه اصحابي وحبايبي، اللي يا ريت الناس اللي بتتابعني تشير الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا، وسبسكرايبرز يعني اي واحد سحبك امسك الموبايل بتاعه واشترك، وخلينا نكمل المشتركين المطلوبين. الحلقات ان شاء الله هتعجبكم، ونحن شغالين في يعني من لحد ما بنحاول نظبط الامور. يعني اللي شاف ماتش بيراميدز وانبي من 3 ايام، صورة تبقى الأصل من ماتش الإنتاج الحربي وبيراميدز النهارده. المباراة اللي فاتت انتهت 1-1، والنهارده بيراميدز بيتعادل الماتش الثالث على التوالي بنتيجة 2-2، ولم يصدق إحراز الفوز. والنقطة اللي اتحصل عليها النهارده لا تسمن ولا تغني في رجوع، يعني لا طلع فوق ولا نزل تحت. والإنتاج الحربي كمان النقطة بالنسبة له كأن لم تكن، يعني إن هو في المركز الأخير 18 نقطة بقى 19 نقطة. الانتاج الحربي تقدم مرتين 1-0 و2-1، وما قدرش يحافظ على تقدمه لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. ولكن كان في استطاعه الانتاج الحربي يكسب بيراميدز النهارده بنتيجه 3-4 بالمستريح، ولكن رعونه المهاجم بينفرد بالجون ويشوط الكره بره، ينفرد بالجون وتلاقيه مش عارف بيلعب من ايه. مهاجم يعني بس صنع الجون الثاني، يعني اوكي بيصنع بس، لكن الكور اللي هو المفروض يجيبها اجوان. شكرا. زي ما قلنا نقطة لكل فريق لا تسمنه ولا تغنوا من جوع، ونخش على مباراتنا النهارده الرئيسية وهي النادي الأهلي والمقاولين. كل الجمهور الأهلاوي كان داخل متوقع إن هيبقى في ماتش حماسي وماتش كورة شكل ماتش سموحة كده، وحتى الكابتن شوبير جه علق على المباراة النهارده، ولكنه يعني إلى حد ما يعني مش هنقدر نقول كان نحس ولا كان وشه حلو. هنعرف اللي يتابع الحلقة هيعرف وشه كان نحس ولا وشه كان حلو. المباراة بدأت استحواذ لنادي المقاولين على استحياء يعني، ولكنه كان مستحوذ لمدة 15 دقيقة، ما كانش فيها خطورة باستثناء شوطة واحدة أنقذها محمد الشناوي. بعد الشوطة دي أو بعد 15 دقيقة دول الأهلي سيطر على الماتش سيطرة كاملة من الدقيقة 15 لحد الدقيقة 72، ولكن سيطرة سيئة، أسوأ يعني أسوأ سيطرة أنا شفتها للنادي الأهلي على أي على أحداث أي لقاء هي كانت السيطرة بتاع النهاردة. يعني مش حتى استحواذ سلبي، لا استحواذ كده ملوش معنى. لعيبه تحس ان هي فاقده التركيز، باصاتهم كلها مقطوعه، مفيش باصتين ثلاثه على بعض بيكملوا. عشان كده ما شفناش للاهلي اي خطوره تذكر او اي جمله تذكر. يعني يمكن الاهلي اتحصل على ركنيتين في خلال 72 دقيقه، وده بيعبر عن عدم الفاعليه اللي كانت موجوده على المرمى، تقريبا كانت منعدمه خالص. تغييرات موسيماني كان فيها النهارده ذكاء، وتقدر نقول يعني تغييرات تكتيكيه بالمعنى المفهوم، يعني خصوصا التغيير الاول والتغيير الثاني. التغيير الاول الماتش مقفول والاهلي متعادل 0-0، والاهلي طبعا ما عاوز المكسب، راح ساحب واحد من الدفاع اللي هو ياسر ابراهيم ونزل بواليا اللي كان النهارده مستواه فعلا ممتاز، وكان في استطاعته انه يحرز هدف، ولكن سوء الحظ شاط كره جميله جت في رجل المدافع بالحظ تبع المقاولين في ال 18، ولكنه كان اداؤه لحد ما ممتاز وكان سبب في الهدف الثاني اللي احرزه النادي الاهلي. المهم ان الماتش استمر بقى التغييرات اللي عملها موسيماني دي. اول تغيير زي ما قلنا بواليا مكان ياسر ابراهيم، حرك الفرقه شويه، وكان زي ما قلنا بواليا كان فايق وكان ممكن يحرز هدف، ولكنه الحظ كان ضده. يعني استمر الاهلي في الضغط على استحياء لحد الدقيقه 72، وكره دربكه كده في ال 18 راحت لصلاح محسن حطها في المرمى. طبعا الحكم ما حسبهاش لان كانت كره فيها يعني محتاجه فيها شك كده، فكان لازم يرجعوا الحكم الفار اللي اكد دخول الكره بكامل استدارتها المرمى، وكان الهدف الاول للنادي الاهلي اللي كان نقطه تحول في المباراه. بعد ما الاهلي احرز الهدف الاول الماتش اتفتح، وخالد وكابتن عماد النحاس عم عامل تغييرين هجوميين للنادي المقاولين عشان يقدر يطلع باقل الخسائر، على الاقل يقدر يجيب جون التعادل. في المقابل موسيماني مش قاعد نايم، عمل تغيير تكتيكي رهيب، سحب طاهر محمد طاهر ونزل بدري بنون ورجع للطريقه الاساسيه. التغييره دي ظبطت الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، عمل اتزان في الدفاع وفي الهجوم، وفي كوره مرتده كده للمهاجمين كان المقاولين كان بيهاجم في كوره مرتده وصلت لبواليا في نص ملعب النادي الاهلي، لعبها طوليه في نص ملعب المقاولين، ولكن محمد شريف عنا سريع جدا قدر يستحوذ على الكوره وحطها تحت كنترولو وانفرد بحارس مرمى المقاولين وحطها على شماله واحرز بيها الهدف الثاني اللي هو جه في الدقيقه 93 او 90 بلس، يعني اللي هي علامه مميزه للنادي الاهلي. احرز بيها الشوط الثاني اللي قتل المباراه تماما تماما تماما، لان كان اصلا الوقت ضاع كله 4 دقائق. بالفوز ده الاهلي بيقفز 3 نقاط كمان في جدول الدوري، وبيوصل للنقطه 48 خلف نادي الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطه، يليهم المصري
43 نقطة، ثم الاتحاد 41 نقطة. الاتحاد اللي دخل فجأة، لأن زي ما بقولنا اللي بيكسب ماتش بيطلع 3 4 5 مراكز يعني، فالاتحاد كان تحت شوية في المنطقة الدافية، كسب بقى عنده 41 نقطة. زحزح سموحة أخد مكان سموحة بقى في المركز الرابع، وسموحة تراجع للمركز الخامس. وهنرجع للثلاث فرق اللي هم تحت في آخر الجدول. الإنتاج الحربي 27 مباراة عنده 19 نقطة، دجلة وأسوان من 27 مباراة عندهم دجلة 23 وأسوان 25، والبنك الأهلي 25 مباراة 25 نقطة كمان، موقفهم صعب لا يحسد عليه، ولكن غالبا أسوان والإنتاج الحربي نازلين 100%. يبقى بقى المناوشات ما بين دجلة والبنك الأهلي من فيهم اللي هينزل يعني. كمان هداف الدوري زي ما انتم عارفين احمد ياسر ريان نجم سيراميكا المعار من النادي الاهلي برصيد 15 هدف، يليه اشرف بن شرقي برصيد 12 هدف، اشرف بن شرقي نجم الزمالك، ثم محمد شريف برصيد 11 هدف. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم اصحابي وحبايبي، يا ريت تشاركوا في كل الجروبات، وما تكتفيش ان انا بنزل الفيديو على الفيسبوك تعمل عليه لايك والكلام ده، يا ريت تفتح الفيديو وتعمل عليه لايك وتعمل شير ومنشن لحد من اصحابك عشان نقدر نثبت القناه في اقرب وقت ممكن. شكرا واشوفكم قريب ان شاء الله.